في أول أخبارنا اليوم، ترقب كبير لموسم الرياض في نسخته الثالثة بعد أن أعلن أمس معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن هوية موسم الرياض 2022 تحت شعار فوق الخيال، واللي راح يضمن فعاليات جديدة وغير مسبوقة ومفاجآت كبيرة. أكيد الكل في انتظار موسم الرياض والمفاجآت الجديدة اللي راح تكون فيه، يعني فوق الخيال أكثر من تخيل أكثر. يعني السنة اللي فاتت توقعنا خلاص، يعني تخيلنا فوق الخيال أكثر شيء، يعني أكثر شيء في الدنيا. لا، أنا أتوقع هذه السنة راح يكون في مفاجآت كالعادة. يعني موسم الرياض دائما يبهرنا بالفعاليات والألعاب اللي موجودة، خلينا نقول الحفلات الموسيقية والأسماء الكبيرة اللي قاعدة تجي. يعني أنا الصراحة من الناس المتحمسة، أنا متحمسة على الشتاء بشكل عام. كمان موسم الرياض، أنا دائما أقول أحلى شيء عندنا في الرياض موسم الشتاء. كمان مع موسم الرياض يعني شيء بيكون مو طبيعي. طبعا موسم الرياض دائما يبهرنا صراحه في كل شيء،